أول سؤال لدكتور محمد، هل الضعف الجنسي مشكلة كبيرة ولا لا يا دكتور محمد؟ هو احنا أول حاجة نوجه الشكر لحضرتك على المقدمة الإيجابية اللي حضرتك تفضلتي بيها. ربنا يخليك. الحقيقة ده فعلا حقيقة. في الأوقات الماضية كانت الناس هذه المواضيع لا يتم الحديث فيها نهائيا. لا، احنا ابتدينا نكسر هذه الحواجز وابتدينا نتكلم. الأول كنا نتكلم على السوشيال ميديا، دلوقتي على شاشات التلفزيون يمكن أوسع انتشارا، وابتدت الناس فعلا تتفاعل وتبتدي تاخد موقف وإجراء لحل مشاكلها اللي كانت هي يعني مخبياها أو مدارية عليها. الضعف الجنسي هو فعلا بقى مشكلة كبيرة. فعلا احنا بنتكلم على معاناة حوالي 40% من الرجال على مختلف الأعمار بيعانوا من مشكلة أو أكثر في مشاكل الضعف الجنسي. لو احنا راجعنا الإمباكت بتاع ده أو تأثير ده على الأسرة، طبعا تأثيره كبير إن الأسرة تتفكك حتى لو كانت في الشكل العام هي أسرة لسه مستقرة، لكن بيكون فيه داخل الأسرة أنواع من التفكك، لأن ده مبني على علاقة طبيعية حميمية ربنا خلقها علشان تضمن استمرار الأسرة. لو رجعنا التأثير ده على المجتمع ككل، لا، تأثيره سلبي، حتى إن منظمة الصحة العالمية بتوصي بعلاج مثل هذه المشكلات علشان المجتمع نفسه يكون مجتمع منتج، لأن الأسرة لو في بينها وبين بعض عدم رضا الإنتاج بتاع الأسرة هيكون أقل. وخصوصا إحنا نتكلم في برنامج صباحي، إحنا بنصبح على الناس نقول لهم الواحد لو ما كانش مرتاح في بيته مش هيقدر يصحى الصبح رايح شغله عنده نية للإنتاج. وجود أمراض زي السمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة وعدم الأكل الصحي، أمراض زي الضغط، أمراض شرايين القلب، ارتفاع نسبة الكوليسترول، مشاكل زي الأورام الخبيثة في الحوض وفي البروستاتا وفي المثانة، الحاجات دي وعلاجاتها للأسف، يعني سواء هذه المشكلات أو علاجات المشكلات دي برضو بتؤثر سلبا على القدرة الجنسية. يعني ممكن تعتبر مضاعفات مثلا الأدوية أو نتيجة الأمراض المزمنة دي من أسباب الضعف الجنسي. الأمراض نفسها، السكر وعدم انتظامه بشكل تمام، كل هذه الأمراض وعلاجاتها بتؤدي في الآخر إلى ضعف جنسي. إن ما كناش إحنا واعيين واخدين بالنا من الحاجات دي هيحصل تفكك فعلا في الأسرة ومش هنعرف نكمل. عشان كده إحنا بندعو أي مريض من هؤلاء المرضى إن هو في بداية وجود بوادر لهذه الأزمات إن هو يلجأ للطبيب علشان يحل صح، لأن كتير من الناس بتروح الصيدلية يروح حتى لبعض الأعشاب وحاجات غريبة كده. أيوه، عشان يعني بالنسبة له ده أكتر حاجة ممكن يعملها، يعني حاجة سريعة كده ومش هروح. إحنا بنقول إحنا في البداية إحنا نلجأ إلى الطريق السليم علشان في النهاية ما نعانيش معاناة كبيرة ونعرف نحل مشاكلنا من أولها وما نلجأش إلى حلول تكون يمكن أكثر تضررا للمرض. أنا شايفة الحمد لله بنسبة كبيرة جدا، لأ الفكرة اتغير عن زمان ونسب النجاح عالية، وده اللي بيشجعهم كمان إن هم يقدموا على خطوة إن هم يروحوا للدكتور. هننتقل للسؤال التاني.